السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل ديجي. واليوم حل موضوع شهادة التعليم المتوسط للغة العربية 2021 للسنة الرابعة متوسط. نبدأ. اقرأ النص جيدا، اقرأ الأسئلة، والآن سنرى الحل وأجيب على الأسئلة، والآن سنقرأ الحل. الجزء الأول، الوضعية الأولى، الآداب التي يجب أن يتحلى بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هي: تحمل مسؤولية الأقوال والممارسات، احترام خصوصية الآخرين. ثانياً، بعض الآثار السلبية لسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث خلافات بين الناس وقد تصل إلى حد القطيعة الحقيقية. ثالثاً، سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. رابعاً، شرح المفردات. يتصف ضد كلمة يظهر، يضمر. الوضعية الثانية، إعراب المفردات. المواقع بدل مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة على آخره. ضرر تمييز منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. إعراب الذي بين قوسين إعراب جمل. تجاوز حدود الذوق العام، جملة فعلية في محل جر نعت. تتضمن أخطاء، جملة فعلية في محل رفع خبر لكن. تصنيف الأسماء في جدول، الممنوع من الصرف منابر، منابر الظرف أمام، اسم إشارة هذه، اسم فاعل ناشط. تسمية وشرح الصورة البيانية، إن مواقع التواصل مجتمعات. تسميتها تشبيه بليغ. شرح الصورة، شبه الكاتب مواقع التواصل الاجتماعي بالمجتمعات فذكر المشبه مواقع التواصل مشبه به مجتمعات وحذف الأداة ووجه الشبه. رابعاً، استخرج الجناس من الفقرة الثانية. الهمس اللمس، نوعه جناس نقص. خامساً، تبين نوع الأسلوب في جملتين. إن هذه المواقع منابر حرة، أسلوب خبري. ما الداعي للاختباء خلف الأسماء المستعارة، أسلوب إنشائي. ستة، إبراز النمط الغالب على الفقرة الأخيرة هو نمط توجيهي. التبديل له بمؤشرات، لابد من الالتزام الحذر أثناء التعامل. القيمة المستفادة من النص، قيمة أخلاقية، الأخلاق معيار أساس لصلاح الفرد والمجتمع. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.